بتضيع حق المؤلف وتضيع حق دار النشر وبتضيع حق يمكن فيه كان في يعني إحدى المؤلفات من فترة كتبت يعني قعدت كده عددت كام جهة وكام مرحلة بتستفيد من عملية النشر. فبالتالي حضرتك مش بتضيع بس حق المؤلف، ولكن كمان بتضيع حق أي جهة بتصرف على هذا المؤلف. إيه الجديد؟ أو خلوني أعرف الجديد من الكاتب أشرف العشماوي اللي طرح رواية جديدة بعنوان مواليد حديقة الحيوان، وكان ليه تجربة في هذا الأمر، أحب أسمعها منه بشكل مباشر. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. طبعا أولا بنبارك لحضرتك على الرواية الجديدة، الله ولكن يبارك فيك. عايزين نعرف منك إيه اللي حصل. والله اللي حصل ده بيحصل بقاله 10 سنوات بالظبط، من 2014 لغاية النهاردة، مع كل رواية بصدرها بيحصل تزوير. أنا طبعا في البداية زي أي حد لجأت للطرق القانونية، القانون للأسف كان ضعيف، يعني أتمنى إنه يتعدل. الإجراءات بطيئة، ما بيحصلش حاجة في الآخر. دايما يعني أنت عارفة بلدنا بيبقى فيها مشاكل أهم بكثير من الكتب، فالموضوع بيموت مع الوقت يعني. فأنا طبعا كمان مع الوقت يئست، طيب احنا كنا في والحقيقة مرحلة ان الكتب بيتم قرصنتها وطباعتها وتبقى موجودة على الرصيف، لكن اللي حضرتك بقى رصدته مع روايتك الأخيرة اعتقد كان حالة مختلفة. كان حالة مختلفة، لأن أنا زي ما بقول لحضرتك أنا في الآخر لما يعني يئست شوية، قلت مش مشكلة خلاص خلي الناس تقرأ. يعني ما هو الفكرة أنا بكتب لقارئ، والظروف الاقتصادية وممكن واحد يشتري نسخة مزورة، مش مشكلة، مش هم دول العدد الأكبر، فالناس هتقرأ. المرة دي الرواية يعني عدد صفحاتها 250 صفحة، هي نازلة 130 صفحة مزورة. مزورة، فنازلة النص، يعني نص الرواية مش موجود. أنا معرفش طبعا هم شالوا إيه وما شالوش إيه، لكن النسخ اللي موجودة كمان متباينة، يعني في حاجات فيها حاجات من الأول متشالة وحاجات من الآخر، حاجات من النص، مش كل نسخة زي التانية. فدي كارثة يعني، حتى التزوير بقى بيحصل فيه غش هل طيب ده كمان. تزوير أو هل ده نوع من أنواع الرقابة؟ يعني هو مثلا شايف إنه لا 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 الأجزاء دي محتاجة رقابة، مش لازم القارئ اللي بيشتري الكتاب المقرصن يقراها، لا، ولا هو إيه بالظبط؟ المزور مش هيبقى حريص ما أنا قوي عايزة على أفهم برضو الموضوع من ده. حضرتك، يمكن في زاوية والله ما انا عارف، انا يعني انا حاسس ان احنا محتاجين علماء اجتماع وعلماء قانون وعلماء علم جنائي واجرام يقولوا لنا الناس دي بتعمل ايه. انا مش فاهم والله، يعني انا عمري ما شفت حاجه زي كده في حياتي يعني. ما المره دي كانت بالنسبه لي الحقيقه غريبه جدا يعني. طيب انا احنا كمان محتاجين يعني ايه؟ يصعب عليا القارئ، لان هو بيدفع فلوس كتير قوي، هيدفع 100 وشويه علشان يشتري كتاب ملوش اي قيمه بالنسبه له، يعني كتاب ناقص. يعني احنا بنتكلم كمان على ان سعر الكتاب المزور مش رخيص لا زي مش ما احنا رخيص كنا يا فندم، متصورين. المزورين على شيء انت حضرتك بيه عارفه، بيبيع الكتاب بنفس السعر علشان يقول للقارئ ان ان ده ده الكتاب الاصل. الاصلي. يعني القارئ بيضحك عليه مرتين، يعني بياخد نسخه رديئه وطباعه سيئه جدا، المره دي بياخدها ناقصه. وبعدين ده مش انا لوحدي ما شاء يعني، الله، ده ده كل مزور المزورين محترفين ما شاء الله. وبعدين يعني مش انا لوحدي، دي مش مشكله شخصيه، انا بس كتبت عشان الروايه بتاعتي اتزورت بعد 4 ايام. فلكن العادي ان هم بيزوروا لكل يعني اغلب المؤلفين بيزوروا لهم، طيب هم بيحسوا لما الكتاب بيبيع مثلا او الناس بتقبل عليه خلاص بيبقى سلعه مطلوبه، يا عرض وطلب. طيب كدور نشر وككتاب وكمبدعين وكعاملين في هذه الصناعة احنا محتاجين ايه، او حضراتكم محتاجين ايه يحصل؟ حضرتك بتقول لي القانون ممكن يكون مش بيحمي بالشكل الكافي، مش بيرجع الحق بالشكل كافي في هذا الموضوع. ايه الحل؟ هل احنا محتاجين تغيير قوانين، تغليظ قوانين، محتاجين ايه؟ يعني احنا في الفترة الأخيرة الدولة انتبهت لأمور كتيرة جدا بتعدل فيها القوانين وبتعيد صياغتها وبتشدد عقوبات وبتعيد صياغة المواد بما يتناسب مع تغير المجتمع، وده شيء محمود وشيء كويس جدا يعني. فأعتقد إن صناعة النشر محتاجة نظرة من المشرع من البرلمان إن هم يعيدوا الصياغة، لازم يبقى فيه نص صريح على مصادرة الآلات بتاعة التزوير. هي دي يعني
هي دي بيت القصيد يعني، هي دي اهم حاجه، حجر الزاويه هي دي المكنه اللي بيزوروا بيها، هي اللي مكلفه جدا، هي دي اللي هتوجع المزور اكتر من الحبس واكتر من الغرامه. انما الغرامه اللي بتبقى 200 جنيه او 500 جنيه او حتى لو زادت بقت 5000 جنيه مش قصه يعني، هو بالنسبه له بيكسب فلوس كتيره جدا هيقدر يدفعها وما بيتحبسش. هل في طيب مثلا ملاحقه للناس اللي بتبيع؟ يعني انا لو لقيت دلوقتي وحضرتك مثلا ماشي في الشارع ولقيت شخص بيبيع في الشارع الكتب، هل بيكون في القانون حاجه ان حضرتك تبلغ ويتم يعني بس هو مصادره هذه النسخ؟ بيحصل، بس يعني دي اشبه بالضبط بجريمه المخدرات. انت عارف حضرتك ان في تجار مخدرات بتجلب المخدرات من بره، وهي اللي هي العصابه الكبيره او الناس الكبيره اللي هي بتجيب المنتج، وبعد كده في الصبيان اللي بتوزع. فدول اضعف حلقه يعني، اضعف حلقه هي اللي بتتمسك، اللي هو فرشه الكتب اللي في الشارع. وبصراحه راجل غلبان، وانا ما اقدرش اعمل كده يعني. يعني في الاول والاخر انا كاتب برضه، وما اقدرش يعني هتسبب له في اذى، وهو يعني مش هو ده الاساس. انا طبعا يعني انا طبعا كنت مهتمه ان حضرتك تكون معانا وتشرح هذا الامر، لانه كمان فكره انه مش بس احنا مش بنتكلم دلوقتي على تزوير للنسخه الاصليه، يعني انه يبقى في تقليد لنسخه موجوده بالفعل وضياع حق الكاتب، لكن كمان ضياع حقه في انه النسخه توصل كامله كمان للقارئ. ف يعني مهم جدا اللي حضرتك كتبته على صفحتك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علشان الموضوع ده يبتدي يعني ينظر له بشكل أكثر جدية في الفترات القادمة. ببارك لحضرتك مرة تانية على كتابك الجديد، وبشكرك على وجودك معنا في كل الزوايا. الكاتب الروائي أشرف العشماوي، شكرا لوجود حضرتك معنا.